من آل بيت المصطفى شع الهدى، وبهم طريق الحق نورا عبدا. هم خير من عرف الخلائق أنهم خير البرية للإله تعبدا. فيهم من المختار بانت سنة، أقوالهم نور يضيء الفرقدا. عنهم روى التاريخ خير رواية، من بات يقرأها فيصبح مرشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي أخواتي، وها نحن وإياكم في لقاء جديد ورحلة تاريخية جديدة إلى عالم أئمتنا عليهم السلام. اليوم سنأخذكم إلى رحلة مع مجموعة من الناس أرادوا أن يذهبوا في تجارة، فأبوا إلا أن يستأذنون إمام زمانهم الإمام الصادق عليه السلام، ويأخذوا منه الوصايا لتكون تجارتهم تجارة مفعمة بالخير والبركة. فلنشاهد وإياكم بماذا أوصاهم الإمام عليه السلام ونعود بالفائدة. لقد تأخر صاحبنا كعادته. في كل مرة يفعل بنا ذلك. لقد تأخر كثيرا هذه المرة. ألم تستعجل؟ ها، لا داعي لذلك، هو قد وصل. أين أنت يا رجل؟ السلام عليكم. أنا أعتذر. السلام عليكم. أنا أعتذر، فلنتوكل على الله. أيوة. انتظر، ما الأمر؟ يجب أولا أن نذهب إلى مولانا الصادق كي نستأذنه بالسفر، وهو يدعو لنا بذلك. بارك الله فيه، فلقد ذكرتنا بما هو أولى من تجارتنا وسفرنا. صدقت. هيا بنا. هيا بنا. تفضل. أوصنا يا ابن رسول الله. أوصيكم بتقوى الله والعمل بطاعته واجتناب معاصيه وأداء الأمانة لمن ائتمنكم وحسن الصحبة لمن صحبتموه، وأن تكونوا لنا دعاة صامتين. يا ابن رسول الله، كيف ندعو إليكم ونحن صموت؟ نعم يا ابن رسول الله، علمنا من علمك وأمرنا بما هو خير لنا. تعملون ما أمرناكم به من العمل بطاعة الله، وتتناهون عما نهيناكم عنه من ارتكاب محارم الله، وتعاملون الناس بالصدق والعدل، وتؤدون الأمانة، وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولا يطلع الناس منكم إلا على خير، فإذا رأوا ما أنتم عليه قالوا هؤلاء الفلانية رحم الله فلانا، ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه، وعلموا فضل ما عندنا فسارعوا إليه. هيا بنا نأخذ حوائجنا ونغادر. على بركة الله. هيا هيا. أشهد على أبي محمد بن علي رضوان الله عليه ورحمته وبركاته، لقد سمعته يقول كان أولياؤنا وشيعتنا فيما مضى خير مما كانوا فيه، إن كان إمام مسجد في الحي كان منهم، وإن كان مؤذن في القبيلة كان منهم، وإن كان صاحب وديعة كان منهم، وإن كان صاحب أمانة كان منهم، وإن كان من الناس عالم يقصدونه لدينهم ومصالح أمورهم كان منهم، فكونوا أنتم كذلك، حببونا إلى الناس ولا تبغضونا إليهم. إخوتي أخواتي الكرام، بعدما تقدم لا بد لنا من تفكر بماذا أوصاهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لقد أوصاهم أن يكونوا دعاة صامتين
وأن يكونوا دعاة بالعمل الصالح وحسن أداء الأمانة والتجارة الحقيقية مع الله تعالى بعدم أذية الآخرين واجتناب المحارم والشبهات. لقد أوضح لهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه طريقاً ينتهجونه ليكونوا من الرابحين في الدنيا والرابحين في الآخرة في تجارتهم وأخلاقهم. والحكمة التي أخذناها هي: أين نحن من التفكر في أعمالنا وأقوالنا؟ كيف ندعو لأهل البيت عليهم السلام من خلال العمل الصالح والخلق القيم؟ كيف نكون زيناً لأهل البيت لا نكون شيناً عليهم؟ كيف ندعو الناس ونحن صموت بلا كلام بعمل صالح يدل على الله وعلى محمد وآل محمد؟ إلى اللقاء. أرباب علم والحليم مريدهم، من زاغ عنهم في جهنم خلدا. ما إن تمسكتم بهم فلتعلموا أنتم بها الأعلون إن حل الردى. هم خير آيات وخير تلاوة، أبناء فاطمة وفيهم يقتدى. إذ لن تمس النار جسم محبهم، فاطمع إذا في حبهم وتزودا.